أنا آسفة جدا يا فندم. جرايه يا بنت؟ مش تحاسبي تفتحي عينيكي؟ أنا آسفة جدا هغير لحضرتك. آسفة إيه وزفتي إيه؟ أنا آسفة جدا هغير لحضرتك كل حاجة. يلا شيلي المفرش ده ونضفي الترابيزة. حاضر يا فندم، أنا آسفة جدا، آسفة جدا لحضرتك، معلش عندي. أنا مش فاهم الجرايه يا سيدول بيجيبوه منين؟ اعملي لي واحده قهوه مظبوط تاني. في ايه؟ القهوه اتدلقت على المفرش بتاع الراجل ده، روحي غيريه له وقدمي له واحده ثانيه بدل اللي اتدلقت، عقبال ما غنطت في دمي واجيلك على طول. اوكي. ما تهلا يا مجد، شوفي شغلك ولا تفضلي راكنه هنا طول النهار. حاضر. يلا يا اختي يلا. ما اديني رايحه اهو. الله. لا ابدا، اصل شفتك داخله الحمام قلت اجي اطمن عليكي. هو ايه اللي حصل؟ ابدا، وانا بحط الاكل للزبون بس اتدلقت على الترابيزه وانا شايله الموكاش بقى اعتبي نفسي من غير ما اخد بالي. ولا يهمك، قال دلقوا القهوه من عماهم قالوا الخير جاهم. وريني كده. ما قلت لك انا اللي هنضفها بنفسي. لا 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 لا، لازم اشوف بنفسي. بقول لك اوعى ايدك وتلم كده بدل ما لمك. يا بت انت، يا بت انت هتفضل دماغك ناشفه لحد امتى؟ يا بت فتحي مخك معايا يا بت، وكفايه تقل بقى. بقول لك سيب ايدي. دماغك يا بت وبصيتك على اخر يا بت. سيب ايدي بدل ما صوت طالع عليك حلقه. الله. يا بت انت، يا بت انت هتعملي لي فيها الحضره الشريفه ولا ايه؟ الحضره الشريفه غصب عنك وعن اللي جابوك يا كلب يا ابن الكلب. هو عليك يا رمه يا واسف. يا فرحتي بيكم انتم رجاله، انتم شويه تيوس عمال اعلف وزغط فيكم وانتم ولا هنا. شويه عيال زي دول شغالين عند المعلمه يرجعوكم قفاكم يا مرعش. شرف امي ما حاسبهم يا باشا. الواد ده اسمه ايه؟ انا سمعت ان بينادوه بيقولوا له حربي. حربي؟ ماشي. انا بقى مجهز الرجاله وهروح اخلص عليهم. لا 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 لا، مالكش انت دعوه بالموضوع ده خالص. احنا قدامنا عمليه كبيره ومهمه ولازم تخلص كويس. مش عاوز قلق ولا شوشره، فاهم؟ ولما تخلص ان شاء الله حساب اللي اسمه حربي والمعلمه اللي مشغلاه عندي انا. 50 100 150 200 250. ايه ده؟ كل ده اراضي يوم واحد؟ بركه في المعلمه ان شاء الله حل تمرينه البضاعه النهارده. بقول لك ايه؟ ايه؟ عملت ايه في المسدس؟ خبيته في العش في حته انا عن نفسي ما اعرفش اوصل لها. افرم عليك يا بركه. الشايل 100 100 الاجدع شباب في الحاره. تشكرك يا يا باشا، دي الحاره كلها بتتكلم على اللي انتوا عملتوه امبارح. يا فرحتي بيكم يا اخويا، اهو انتوا كده اهل الحته فالحين في الراغي والحواديت وخلاص. اصبر يا زين، بكره الكلام ده يتحول لفعل لما نعلى ونتنطط. ويبقى ان شاء الله اللي هيعلينا وننطقنا يا اخويا. مش بيقولوا العطشان يكسر القله؟ احنا بقى هنكسر القله ونغرق الدنيا كمان. مش فاهمك يا صاحبي. هفهمك. مش البيت ده اللي هناك دي؟ حبيبي غزال وشارد على الشجره مستني اللي يقطفه. ابعد ايدك عني لان انا العفاريت الزرق كلهم بيتنططوا قدامي ومش فايقه بجد بقى الغلاسه. يا بخت العفاريت اللي بتتنطط قدامك. على العموم كلها كام يوم نعلق الزينه ونقيم الافراح ونتلم انا وانت في بيت واحد، وساعتها شوفيني وانا بتمشى قدامك في الصاله واحلامي بقى. احلامي. تشوف حلمه ودنك. يعني موافقه اهو. على فين يا شعر؟ انت شايف غلاسته عليها؟ ايه ده يا زين؟ ما انت عارف العباضيه طول عمره كده بيرمي بلح على رايح واللي جاي. الا دعاء المره دي فيها عمر. اقعد يا زين اتقل. اقعد اقعد. انا مخنوق منه اكتر منك، لكن والعيش والملح والعشره اللي بينا لا هيجي اليوم اللي نخلص فيه منه القديم والجديد كله. امتى يا حربي؟ امتى؟ قريب قريب قوي كمان يا زين. كيمو وحش البطيئه. شويه شاي على ميه بيضة من الحنفيه بتاعتي. حجر معسل. افتح الحنفيه بتاعته واغلي له الشاي. بت يعني مرة، اللي يتسطر على بت يبقى مرة. بتهلفت بتقول يا زين؟ تاخدش في بالك يا معلم ابضايا، دي نرفزت لعب. اصل زين مخلوق مني حبتين، مش هيلقوا تلات عشرات سخنين ورا بعض. طالما مش قد اللعب بيلعب ليه؟ في دي بقى عندك حق، وانا لسه قايل نستنى لما نبقى قد اللعب وساعتها ننزل الملعب ونلعب على تقيل قوي. يلا رجاله. ولا كيمو، عيد حساب المشاريب على النوت. يلا زين.
يلا يا زين يلا يلا. معاك موبايل؟ اه معايا بس الكارت خلصان. طب اديني مفتاح العربيه. اشمعنى يعني؟ يو يا زين ورايا مشوار اخلص. خد يا عم هتأخر. حسب التساهيل. رايح فين ده؟ ولاش عرفني يا اخويا، ما تتجرأ تطلع على فوق في نهارك اللي مش ناوي اعدي ده. الله يا زين انت ما تشتتش على الحديده، هتشتت على الريش. مه يعني يا اختي من ساعه ما جيتي وانت قاعده في اوضتك وقافله عليك الباب وحابسه نفسك. خير اللهم اجعله خير. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصلت. مفيش حاجه حصلت يعني ايه؟ ما تردي عادل يا بنت انت وتكلميني. هو ايه اللي ما حصلش حاجه؟ ما تفهميني ايه الموضوع حبيبتي؟ ايه؟ انا سبت الشغل. رفدوكي؟ بقول لك انا اللي سبت الشغل مش هما اللي رفدوني. يعني خدتي مرتب اخر شهر والمكافاه بتاعت نهايه الخدمه؟ ما خدتش حاجة. يعني ايه ما خدتيش حاجة؟ يا نهار اسود، امال مين يا اختي هيصرف على الراجل العجوز اللي بره وعلى البيت؟ معلش ربنا كبير ما بينساش حد، ما حدش بيموت من الجوع يا مرات ابويا. عندك حق ونعم بالله. بصي كده احسن بلا قرف. بصي يا دودو صدقيني انا معتبراكي زي ما تكوني بنت بطني واكتر كمان، وعايزالك الصالح. يعني يا حبيبتي الست مننا ملهاش بالشغل وبهداله ومشاوير، وانتي حلوه وزي القمر بسم الله ما شاء الله. يعني تقعدي في البيت معززه مكرمه وحاجتك تيجي لغايه عندك رجل على رجل كده قاعده زي الملكه. وقبضايا طبعا هو اللي هيخليني زي الملكه مش كده؟ هو في احسن منه. بصي يا مرات ابويا انسي موضوع قبضايا ده خالص، عشان هو لو اخر راجل على وش الارض دي انا مش هتجوزه. يا اختي انت متفرعانه على ايه؟ انا مش فاهمه طالعه في العلالي قوي كده ليه؟ تكونيش يا اختي مفكره نفسك السفيره عزيزه ولا ابوكي نوفل سلطان زمانه. بوسي ايدك وش وضهر ان واحد زي قبضايا رضي يعبرك ولا يبصلك من اصله. يعني شايفه العرسان متنطورين حوالين منك يا روح امك. امي دي سيرتها ما تجيش على لسانك تاني. وكلمة واحدة كمان، هسيب لكم البيت ده والم هدومي واطفش، سامعة ولا مش سامعة؟ يا حلولي تطفشي. اه ما انت طالعة الدنيا بنت عمك لما طفشت وخلت رقبتنا قد السمسمة في الحتة. الدم اللي بيجري في عروقها هو اللي في عروقك. بقول لك ايه، هي كلمة ورد غطاها.